كام مرة كنت هتقعد تشرح الموضوع وبعدين مسحت اللي انت كتبته ورديت وقلت خلاص مفيش حاجة؟ كام مرة كنت هتحكي اللي وجعك ورجعت في كلامك وكتبت خلاص الحمد لله انا بخير؟ كام مرة كنت هتلوم على حد وبعدين كتبت لا خالص مفيش حاجة؟ كام مرة حطيت ايموشن بيضحك وانت وشك مكشر؟ كام مرة اتسألت فينك وقلت انا موجود وانت اصلا تايه؟ كام مرة اتقالك ابقى طمنا عليك وبدل ما تقول انا مش كويس قلت حاضر؟ كام مرة قلت خلينا نبقى نشوفك؟